إلا طلقتي وكانت عندك شي مشكلة جنسية اللي هي السبب، فوقاش خصك تزوج. يعني يقدر الإنسان بعد نوبة يطلق لأن عنده قذف سريع، والمرأة مثلا ما قبلتلوش على يعني داك المشكل اللي عنده، هي تصبر 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 وبالتالي يعني تطلب الطلاق. هل من حقها؟ وربما يعني من الافضل على ان لان القذف السريع يعالج بزاف ديال الحالات، الحمد لله يعني ديال القذف السريع تنعالجوهم، ولذلك يعني قبل الطلاق من الافضل على ان الانسان مثلا يشوف طبيب مختص في الاضطرابات الجنسيه. هناك بعض الطرق وهناك بعض الادويه اللي ممكن ان شاء الله نتغلبوا على هذه المشكله هذه. ثم يقدر الانسان يطلق لان ما عندوش رغبه جنسيه الرجل، يعني عنده مشكل مثلا في الانتصاب والمراه بقات تصبر 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 وبالتالي يعني تطلب الطلاق. هل من حقها؟ طبعا، والمراه من حقها على انها تطلب الطلاق اذا كان الرجل مثلا عنده شي مشكل من الناحيه الجنسيه، سواء قذف سريع، سواء انعدام الرغبه، سواء اسباب انعدام الرغبه كثيره. يقدر مثلا طبعا هناك بعض الحالات تعالج وهناك بعض الحالات مستعصية، ويقدر يكون يعني مشاكل أخرى مثلا، يعني واش الرجل مثلا عنده ميول يعني تجاه الرجال وما عندوش ميول تجاه المرأة مثلا، يقدر يكون هذا من أسباب الناحية. تنظر من الناحية الجنسية، ما تنظروش على المشاكل مثلا الاجتماعية والمشاكل بين مثلا نقولوا العروسة وحبابها وحباب سميتو، اذا يعني عدة مشاكل اللي تقدر تكون، لكن حنا تنهضروا من الناحية الجنسية محضة. طبعا يعني نقولوا كما اشرنا المرأة عامة المغربية تتصبر، تصبر الرجل مثلا واخا يكون عنده قذف سريع تقدر تقول له ولا عليك، واخا يقدر يكون عنده مشاكل من ناحية يعني ديال الانتصاب تقدر تغمض عينيها وتزيد، لان هي اللي تهمها الاكثر هي الاولاد. وهذا المشكل ديال الناحيه الجنسيه يلاه الجيل الجديد هو اللي زعما يعني مصر على هذه القضيه كما هو الشأن في الغرب. اذا علاش نعرض لكم هذه الحاله هذه؟ ان واحد المراجع يعني يلاه شفته وقال لي الله يخليك انا كنت مجوج وطلقت. قلت له علاش طلقتي؟ قال لي ربما كان عندي شي مشكل ديال القذف السريع وحتى شي مشاكل الانتصاب. ان قلت له فوقاش واش دخلتي بها؟ قال لي دخلت بها ولكن من بعد واحد 4 شهور عاد دخلت بها. يعني هذا المشكل بانه ما دخلش بها نقوله يقدر يكون في الاسبوع الاول الثاني الثالث كاع، ولكن 4 شهور تو ماتش، يعني سي ترو دن كتير، يعني هذه المده وهذه المده تعني على ان هناك شيء مشكل، خصوصا على ان المراه ما كانش عندها اشكاليه هي من الناحيه هذه، يعني هي تتخليه على انه يدخل ولكن هو ما كانش قادر انه فعلا يدخل. ماشي غير مشكل يعني ديال القذف السريع ولكن مشاكل اخرى. طبعا يعني كما اشرنا يعني من حق المرأة إذا كان الرجل عنده قذف سريع طبعا يتعالج، إذا كان عنده مثلا اضطرابات الجنسية يقدر يتعالج ويقدر ما يتعالج. ولكن يعني في هذه الحالة ديال هذا الرجل هذا يعني هذا المراجع ويهمني بقيت تنفحصو كذا، خلي طبعا بأن عنده قذف سريع وعنده مشكل واحد آخر يعني هو انعدام الرغبة. إذا انعدام الرغبة الجنسية لها أسباب كثيرة، يقدر يكون مثلا الاكتئاب، يقدر يكون الصراعات الزوجية، يقدر يكون يعني مشكل عنده مثلا في الرغبة الجنسية، يعني الأسباب كثيرة على أي حال ديال انعدام الرغبة عند الرجل. وحنا تنعرفوا على أن الرغبة الجنسية أساسية، داكشي من تيكون الرجل مثلا تيتزوج ترى 40 45 عام، هذا يدل على ان الرغبه عنده فيها شيء اشكاليه. ان عامه الشاب ملي تيكون صغير تيكون قوي من الناحيه الجنسيه، ولذلك يقدر على انه تيتزوج في سن الصغار، خصوصا اذا كان عنده وازع ديني
والشباب اللي ما تيكونش عندهم موازية ديني تلتجؤوا يعني العلاقات الغير شرعية. على أي حال المهم اللي بقيت تنفحصو يعني بغيت نعرف علاش ما عندوش رغبة جنسية. قلت له واش تدير العادة السرية؟ قال لي تنديرها. قلت له ومني تتخيل يعني هو مني قال لي شي حاجة فهمته، قال لي عندي شي إشكالية في الرغبة وانا نفهمه مباشرة. قلت له واش عندك دابا انت ميول تجاه الرجال او تجاه العيالات؟ قال لي انا عندي يعني حقيقة ميول تجاه الرجال، ولكن الحمد لله عمري في حياتي ما درت شي علاقة جنسية مع شي رجل. قلت له واش فايت لك شي واحد تحرش بك ولا اغتصبك؟ قال لي لا، قال لي ما عرفتش، يمكن واش يمكن ونسيت انا في الطفولة ديالي، لان كثير من الرجال اللي تيكون عندهم ميول تجاه الرجال تيكون في الطفولة ديالهم التجؤوا يعني تعرضوا للتحرش والاغتصاب. داكشي باش قلنا لكم عدة مرات خصكم تحضيو الابناء ديالكم، الطفل ملي تيكون صغير اولا البنت ملي تكون صغيرة تتعرضوا يعني في كثير من الحالات الى التحرش او الى الاغتصاب. وهذه القضية طبعا تتأثر على ما يسمى الميول الجنسي. إذن يعني حقيقة من قال لي هذا المشكل، هذا مشكل عويص. وانا تنذكر واحد الحالة، واحد نوبة كنت زعما تنتبعها، وهي كانت تدير جميع الوسائل للمرأة باش ان الرجل ديالها زعما يعني يكون عنده شي ميول تجاهها، وبحيث كانت يعني عندها مشكل ديال السمنة ودرت عملية جراحية ونقصت واحد 45 كيلو ولا 50 كيلو، كانت تقريبا شي 120 ورجعت 70 ولا 65 كيلو. ولكن رغم ذلك يعني ما كانش الرجل عنده شي يعني شوق لها، حتى لاحظت واحد النوبة على أنه تيقيم تدير العادة السرية مع الأفلام ديال البورنو رجال. إذا قلت لها يعني لا لاحظتي شيء من هذا القبيل، اذا الرجل ديالك راه عنده ميول يعني للرجال هوموسيكسوال. اذا يعني بعد نوبات سواء في هذه الحاله ولا في حالات اخرى، اذا ما عندكش ميول جنسي مثلا، الرغبه الجنسيه ديالك ضعيفه سواء عندك ميول تجاه الرجال او لا ما عندكش، او لا عندك مشكل مثلا ديال الخطف السريع، او لا عندك شي مشكل مثلا بالنسبة للذكر ديالك واش كبير واش صغير واش متوسط أو لا، يعني هناك المهم أسباب كثيرة اللي تقدر تؤدي للطلاق من ناحية الجنسية. ولكن الأسباب الرئيسية يعني طول الذكر، الرغبة يعني الجنسية اللي عندها علاقة بالانتصاب، لأنه يقدر يكون ذكر طويل وكبير وما تنتصبش، إذا أش غدير به؟ ما عندك ما دير به يعني. وإذا كان عندك مشكل ديال القذف السريع اللي كتير، يقدر حتى هو يسبب لك الا طحتي في شي امراه اللي باغيه العلاقه الجنسيه تقدر يعني سميتو انها تطلب الطلاق. او كذلك من ناحيه المني ديالك ما تتولدش، يعني مثلا يقدر الراجل يعني واخا الامور ديالو مزيان ولكن الحنيات المنويه ما عندوش، يعني عده اسباب. على اي حال الغرض من هذا الفيديو هو ان اذا كان شي مشكل عندك قبل ما انك تقبل على الزواج الاول مثلا، أو لا طلقتي وتقبل على الزواج الثاني، ضروري على أنك تشوف طبيب مختص في الاضطرابات الجنسية باش نشوفه مثلا يعني المشكل ديالك واش بسيط، واش المشكل ديالك يتعالج، عصو يتعالج على أي حال قبل الزواج. ميمكنش مثلا يعني تقدم على العلاقة الزوجية وما عندكش الرغبة الجنسية تماما، أو لا ما عندكش مشكل ديال الانتصام، او لا مثلا مشكل ديال القذف السريع كثير. اذا عده مشاكل اللي حصها ضروري الانسان قبل الاقدام على الزواج يشوف طبيب مختص في الاضطرابات الجنسيه. تمنوا على انكم استفدتوا من هذه الحلقه، تمنوا كذلك انكم تشاركونا في فيسبوك دكتور بنياشو، يوتيوب دكتور بنياشو، انستغرام دكتور بنياشو. موعدنا كل يوم اثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله، لا فقط يعني في الحصة المقبلة ستكون غدا إن شاء الله على الساعة 10 بالليل. وشكرا لكم.